مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ويلها تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. بلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار، انهش بروحي اصرخ وانا اصرخ يا مطر، وانا اصرخ يا مطر. جرح دفن تحت التراب فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. وأخيرا وافقت نتقابل. طيب وين؟ من الصبح بكون هناك، بس ما تخاف حد يشوفك في الحديقة؟ وحوشتي بيها معش، أنا أريد نكون أرواحنا عشان ناخذ راحتنا في الكلام. طيب خلاص وايد فرحانة كنش، ليلى بتستقيل وحوش فرحانة.
بس عاد عن الكلام الزايد، هذه زوجة أخوي وأنا أعتبرها مثل أختي. تمام، يلا مع السلامة. ليلى بتطلع من الشغل، والله زين أقل شيء تخف المشاكل بينها وبين طلال، بس أخيرا طلبت إنها تقابلني. بس لازم اللي اسمها رشيدة، أنا لازم ألقى لها حل محترم. يمعة، أيوة يمعة، أنا عندي لك مفاجأة ولا أحلى. قاسم. نعم شيخ. اباك تجيب لي هذيك القصيده اللي سامعنها ذيك اليوم في الميدان. ما تبغى غير هذيك ابونك؟ مره بيحتاج. يقول كم من الابطال عن ترقص؟ عن ترقص؟ كم من الابطال عن ترقص؟ ويا نخلي يبالك علي عمرك. هذا عمرك. فليك خصيب ومحيلاني. وش كلفك؟ يا محيلاني. اللي مصفدك ذاك عن ترقص ملادي بتخدم عليه. لا لا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام يا مرحبا. طيب يا سيدي. الشيخ. مرحبا بك. حالك طيب؟ مرحبا حي. مرحبا. حالك خير؟ يا مرحبا. عساكم بخير. يا حالكم طيب؟ خلك لا يا والله قرب وسع. كيف حالكم طيب؟ الحمد لله بخير. عساكم بخير. يا مرحبا عليكم. سلام يا معلم. سلام. شيخ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. خير يا الله بخير. شو اخبارك يا جماعه؟ الله يسلمك. عساكم بخير. كيف حالكم طيبين؟ هات علوم. ما شعلوم ما خاب الحجي. مش علوم ابد. شو اخبار بهو؟ الله يعافيك. يا حياكم الله. شو اخباركم طيبين؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. ترى يا جماعه عيوني كلموني بخصوص راتب. كيف؟ لا خلاص الموضوع منتهي منه. ايش مو تمشي؟ خلاص الموضوع منتهي. قلت لك الحكي واقف خلاص. ماشي كلام فوق. قلت لك ماشي. صيح الولد للتمدحبة. هذا التاعير للتمدحبة. الباي روح سبيت من نشرة. مسلم غوازي. شو دعا؟ عدلت عليه. وسالم. ايش فيك اليوم ساكت؟ لا تسمعنا. سمعنا وسالم. ما لازم يظل سر. حوش تعاقبي أهلش بذنب كيفر. لازم يعرفوا على الأقل أمش. قد يكون السر شبيها بالمطر في شيء، ولكنه يختلف عنه في أشياء أخرى. قد يشبهه في العذوبة وبث الفرح والطمأنينة، ولكنه يختلف عنه في التلاشي. فسري يكبر ما إن يلامس الغبار، بينما المطر يتلاشى ما إن يلامس الأرض. أتعلم ما فعلت بي؟ جعلت مشاعري تنقلب رأسا على عقب. اهتزت ثقتي بنفسي بسببك وبسبب اضطرابك. جعلتني أرغم نفسي على جعل حمل من كسر.
ما اخليك بروحك طول عمري من هين ما امشي ريولي بريولك الا اليوم وهذه اخر يوم ما بتاخذ لي حقي هالمره بعد وديني لخالي وديني ايش فيكم بلال ايش فيك صرخي خالي وديني عند بلادك ما بدي سنة ولا لحظه واحده خالي خذني من هدي بسرعة لا في راسك خلق عندي حالك خبر حلو قدمت استقالتي خلاص طلال عدتو بتفرغ لك وبتفرغ حال الأولاد وحال الرسم أحلى خبر سمعته من زمان الظاهر أن الأيام بتبدأ تضحك لنا من جديد الحمد لله مشروع الحلم قرب يتحقق المستثمر متحمس على المشروع ويالس يدور على الأرض المناسبة نسبتي بتكون من 2-5% بس في فرصة إني أكون شريك أساسي بالربع بعد
لا لا هالموضوع بكلمك فيه بعدين. تو خلينا نحتفل بمناسبة إطلاق سراحك من الوظيفة. يعني ويش ما مقتنع بيها؟ قول له أنا مستعد أعطيه السعر اللي يبغاه. خلاص خلاص أنا بخلي والدي كيفه يتابع الموضوع معاه. اسمع الأرض هذه مهمة بالنسبة لي ولازم يوقفك وحسابك محفوظ وزيادة بعد. مع السلامة. لا تخافي بيسيروا المكتبة يشتروا دفاتر وبيردوا. أخاف حد يشوفني معك. وحويش تخافي أصلا ما حد يعرفش هني. أخوش وزميلاتش بالكلية الحين. أنت ما تعرف أخوي شراني وما يتفاهم وإذا شافني معك بتكون نهايتنا أنا وياك. بنظل نتكلم عن أخوش. أنا ما صدقت إني شفتش على الطبيعة بدل هالرسائل والمكالمات. بصراحة أنت على الطبيعة أحلى. ما عندك سيارة؟ عندي بس مصادرة. كيف؟ كيف هذه شرحها طويل. الله يسامحك يا قيفر. لا تقول خذوها عنك. لا أنا ما أريد زوج المستقبل يكون ضعيف. أريدك تواجههم وتطلب سيارتك. وش قلتي؟ زوج المستقبل؟ انت ما بتقولي سالفتك مع ابوك؟ اذا ابوي ما قال شيء معناته اللي بقوله ما منه فايده. ليش ابوي كي؟ ليش يحسسنا انه ضعيف وما يقدر يواجه حد؟ من غلط عليك؟ ما حد. أنا بس بغيته يكون له موقف في هالمكان. أباه يحسس الكل أنه يحميني بهيبته أبقى قعدته معي طول الوقت. يعني ما لقيت مكتبة غير هالمكتبة؟ البلاد متروسة مكتبات. سمعت إنها جديدة وقلت أجي أشوفها. هذا ما كنا يا معه؟ هو بعينه. ومن هذا اللي معه؟ علم علمك. نفس الإيدك إيش اللي صار لك؟ ها؟ ماشي بس مثل ما شفتي المكتبة ما فيها دفاتر وقلنا نطلع ندور مكتبة غيرها بس. من أولها كذي وبعدين تعال خبرني من هذيلة؟ هذا العم ذياب وولده قيفر. أبو هيثم وأخوه صح؟ إيه. وأنت ليش تخاف منهم؟ أنا ما خاف من حد بس ما حبيت يشوفوا وش معي ويأخذوا عنش فكرة سيئة لا قدر الله. مشروع حلو بس غير مربح.
بمعنى انه يتعب الجيل. تقدر تقول لي بعد سنة كيف تقدر تمول هالمشروع؟ لا تخاف، المشروع مربح ان شاء الله. بس ما قلت لي حويش متعني وياي هني. طلال اخوك علامة، اباك تروح تتفاوض مع الناس اللي بنشتري منهم الارض حمشروعها. وانا قلت للمستثمر ان لا يعلم ان هذا المشروع انا اموله، وهذه المهام ما حد يقدر عليها الا انت. بعطيك شيك على بياض، حط الرقم اللي تتفق معهم عليه. بعطيك رقم ريال اللي بيساعدك في الموضوع. ترى الريال هذا صاحب كلمة، وبياض وي لا تقصر معه وكرمه. إن شاء الله. ألف ألف مبروك ولو أنها متأخرة، وعسى ربي يوفقك دوم إن شاء الله. خلاص يا ليلى، أحلامنا قربت تتحقق، وخاصة الحين بعد ما آخر من غزال وانتهى. الحمد لله. ما أدري كيف كنت مصدقة أنهم بيعدلون مواعيد دوامنا. المهم كان فيها خط رجع لحياتي معك من جديد. تعرفي بتفق مع المستثمر إن واحدة من البلال تكون حالنا. تعرفي وأنا أصمم المشروع نشنت على فيلا براويش إياها في الخريطة، بس لازم تقولي لي رأيك. أهم شيء تكون فيها حديقة كبيرة علشان أزرع فيها ريحان وورد وياسمين وهمبة ولومي وخيار. بس ايش تفكير؟ ريحي راسك. من كم يوم وانت تحاولي تربطي بين كلام سعد الله يرحمه وعلي وموقف عمي من طلبنا منه الورث واللي بس ايش تفكير؟ حتى عند عمتي موسى ما قمت تصير وتي. انا ما خلتنها على راحتها. روحي بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قومي يبي حال عمود شريوك. اذا بنتريق رباعه ما عليه، واذا بروحي لا، كلنا مع بعض. اشوفش ما سويتي شيء. ويش عند علي على ذياب؟ أشوفه سكته. ذياب طول عمره خير وما يتطاول على حد، حتى لو كانوا غلطانين عليه. بس هذا ما هانه وبس، هذا ذل ذل قدام الناس. بوقيفر سكت لأن أولاده يسدوا عنه وما عاش اللي ذل أبوهم قدامهم. ليلى قالت عن السر؟ لا ما قالت، لو قالت كان عمتي سألت. شربي ان شاء الله. ك
كل يا ولدي. داود كل يا ابوي. لا كل. لا ما بتاخذ لي حقي هالمره بعد. انا بطلع الحين وبرجع بعد شويه ما بتاخر زين. كني اعرف معنى مشية سما كانها. كنا عم تطلع زعلانة؟ ما قلت لها شيء. هذه هي المشكلة، هي تتكلم وانت في عالم ثاني. اتذكرت سالفة استوت في حياة أبوش الله يرحمه. أول مرة تطري سالفة عن أبوي. أنا وين وانتي وين؟ خليني أكمل سالفتي. قبل لا يموت بأسبوع أبوش حلف علي ما أطبيت ذياب. هو بعيد الشر حويش عاد. سوي اللي قلت لش عليه وبس. بيت ذياب ما باش تطبيه لا انتيه ولا اولادش، فاهمه؟ زين قول لي وايش السبب؟ بقول لك يوم ارد، تو انا مستعيل وراي شغل. وين ساير؟ ساير اشوف رقب، ما اعرف وايش استواله، يهدي ويخربط بالكلام، كانه مسوي له عمل. وما قال وايش السبب؟ مات قبل لا يقول. صدق إن أبوي عاد عمره من فوق محل حلوى؟ لقيناه طايح من فوق السطح، طيحة ما حلها تفسير. كان يبى يصير يشتكي على حد. على من؟ ما قال. أبوي ما عرفوا كيف طاح؟ لا، بس أبوي اتهم قاسم إنه هو اللي قتله. قاسم؟ من قاسم؟ ها؟ ما حد، واحد من الحارة. وحواش يدي اتهم قاسم؟ ما حد يعرف. أبوش مات واندفن السرمة. حياتنا كلها استوت إسرار. وانتي انا ويش؟ ويش ضام عني؟ هذه الامور تبين من لمحه، من الخطوه، من المشيه، حتى من لون الوجه. بس سكتت لأن يمش وترياش انتي تقولي. خليتها السر مثل هالسر اللي عايشينها. أنا أمش يا سما. أنت أمي وحبيبتي والغالية، بس أنا ما واثقة من شيء. أول مرة حاسة أني محتارة وما عارفة وش اللي لازم أسويه. شاف مرعي الليلة؟ الليلة
كأنك خايف. خايف؟ الليلة الليلة كذاك أباك بنتلاقى الليلة وبنشوف إيش بتسوي. خالي طب ابوي ايش كان يبغى؟ ماشي بس كان يشد عن مرعي. دلال اذا مرعي اداك بشي قولي لي واني بعرف كيف اتقصى لك منه. ابوي قال لك شي؟ انا نشدت نفس هذا السؤال لكن لا خط من حق ولا باطل. تذكرت قال إنه مشتاق لك وايد وما قادر يراعي داود وانت ما حد وقال إني أبلغك داود يسأل عنك وايد ويصيح. صاحب الأرض من الشرقية؟ يا ربي لا لا أنا ممكن أفرغ نفسي. طيب باكر؟ طيب باكر أنا بمر عليك. حياك الله مع السلامة. هلا أبوي الريال طلع من الشرقية أنا بسير له وإيش أسوي؟ باكر الفجر إن شاء الله. زين زين يا ولدي أقول الله الله في الدرب لا تستعيل ومثل ما وصيتك السعر اللي يبوه عطهم اياه. أم سعد كيف حالك يا علي؟ الحمد لله بخير. انتي كيف حالك؟ الحمد لله. طمني على فهد. فهد بخير والحمد لله. خير. بغيتي شيء؟ علي وش اللي ما نعرفه عن ذياب وانت تعرفه وضامننا عنه؟ كيف يعني؟ أنا أعرف شيء وأنتم ما تعرفون. يهمني أعرف يا علي. أركض أركض بسرعة أركض. وش العلوم؟ أركض أقول لك أركض قبل لا يسخون. أركض. وش لك؟ أركض. الله يهديك. تبى تعرف وين كنت؟ تراني شايفت انك بسيارتك عند بيت علي. كنت انشد علي عن البذور اللي الناس ما لها خص في البذور او غير البذور. الناس لها خص في انها شافتش بالليل برا بيتش. لا تعيديها مره ثانيه. انا ما ابغى شيء من سمعتنا وسمعت العيله. وتقول البيت ما في حد وفاضي فاضي
اسبوع اسبوع نتلصص عليه. وايش اسبوع تتلصص عليه؟ وايش اسبوع واصحابه رامسين رامسين؟ لو ما شرد كان غبط. عماد نحن شركة، انت تقول صدق ولا؟ افا عليك افا عليك يا يمعة، انا اكذب على شريكي؟ المرة الجاية تأكد من معلوماتك عن نتورط. زين روح بيتكم وتلاقى باكر. اطمن ما قلت لها شيء، ما اني خايف منك، لا بس كنت اترياك تخلط غلطه كبيره. ما عندهم ركض بوش سباق؟ نعم سباق. شفت الحظ؟ وفرحان انت؟ اكيد اني فرحان. المهم لا يأخرونه، متى بيخلص السباق؟ ومتى بنتكلم على الارض؟ ومتى بنرجع؟ وراي شغل؟ ما يصير خاطرك الا طيب، خلي الموضوع علي، بشلم لك على صوب الجماعة وبخلص لك موضوعك. هي كلمة ارض بخلص لك يا، ما يصير خاطرك الا طيب. المهم ما نتأخر، توكلنا على الله، ما يستوي العصر إلا وإحنا طالعين من الشرقية. ما يصير خاطرك إلا طيب صاحبي، إن شاء الله ما بترجع إلا أكون رضيان. إن شاء الله. كيف داود؟ بتحضر السباق؟ مالي بارض يا فايل، مترخص من الشيخ مبارك. أفا كيف محاضر السباق؟ بتشوف ناكتي السبوق ما شاء الله، هيو بتشوفها في مركاض وخلافة ريا وادم سيرين علي مصحار. مصحار؟ هيش يا ذي كني طاريني موزة. أقول لش الريوق زاهب، نسيت أخذ دوياتي وحاسة أني تعبانة وايد وخايفة يستوي لي شيء.
أحسن واحد يا عمري، خاصة أن قلبي ما كلني على جيفر من الغبشة ساير الشرقية، بصير أتصل وأطمن عليه. بيطوف على سيف؟ ما أظن، عنده شغل وايد وما يبقى يتحير، كلمتين ورد. ترى ساير ومتعني لهناك؟ والله ما أعرفهم، ودعت الله. دعت الرحمن. كيفر ساير الشرقية؟ وش السالفة؟